تواصل وزارة الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعه من ضبط 413 قضيه تمونيه بمضبوطات بلغت اكثر من 98 طن مواد غذائيه وغير غذائيه ففي مجال حجب السلع الاستراتيجيه والاستيلاء على السلع المدعومه تم ضبط ما يقرب من 26 طن مواد غذائيه وغير غذائيه كما تم ضبط اكثر من 72 طن في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 625 قضية تشتمل على 151 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 12 قضية بمضبوطات قرابة 60 طن أقماح محلية.